يا ميسر على طريق القدس. تسمى هذه العملية بالامتطاء، ولأن القانون لا يحمي المغفلين ولسنا بحال يسمح بالمجاملات، ما زالت شريحة عربية إسلامية ضحية لهؤلاء. وخذوا هذا المدعو جاكسون هينكل كآخر الشخصيات التي استغلت الجرائم الإسرائيلية بحق أهالي غزة وفلسطين لتنفيذ مهمتها، ذلك أن الجمهور الممتطى عليه وصل لمرحلة متقدمة من الدونية والجهل والدروشة ولسان حاله. يا إلهي، أيعقل أن أجنبياً يتحدث عن غزة؟ Here is a leader who has actually done something good. Okay, I think this should be. This is what a real leader looks like. His name is Vladimir Putin. المشكلة أن مهمة هينكل مكشوفة وتعرف بعلوم النفس كأحدى وسائل ركوب الموجة ضمن ما يطلبه الجمهور لكسب تعاطفه، أي ما ترغب الشريحة الممتطى عليها لسماعه. وباختصار، ينشر هذا الهينكل على سبيل المثال 10 تغريدات عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، وهو ما يطلبه الجمهور المصاب بأمراض النقص والدونية، إلى أن ينشر هينكل صورة لبوتين الذي شارك بقتل وتهجير ملايين السوريين على أنه الشخص الواقف مع أهالي غزة. مجدداً منشورات ومقاطع لما يحل بأهالي غزة، وبعدها صورة للمجرم الإيراني قاسم سليماني، وبعدها أيضاً مقاطع ومنشورات عن غزة، ثم صورة للجمهور المستهدف تصف بشار أسد الذي قتل وهجر ملايين السوريين بالبطل. ذات الحال بمنشورات عن غزة، ثم صور للرئيس الإيراني والإرهابي حسن نصر الله بما فيها طمس الحقائق ونشر صور لجرائم بشار وإيران وروسيا بحق الشعب السوري على أنها في غزة، وكل هذا لتمرير رسائله وتنفيذ مهمته بخلط الأوراق وغسل يد القتلى والمجرمين. المفارقة هنا أن الجمهور الممتطى عليه يستحق ذلك ولا عزاء للجهل، ذلك أن نظرة سريعة في حساب هينكل تكشف عن الجهات المرتبطة ومهامها، والحديث هنا عن شبكة علاقات تضم شخصيات تعرف بعدائها الصريح للعرب والمسلمين وتحريضها الدائم على قتل وتهجير السوريين، كهذه الحسابات التابعة لمخابرات بشار أسد وتلك الأرمنية والروسية والإيرانية. وتخيلوا أن هذه الشبكة المتباكية على دماء المسلمين في غزة هي ذاتها الفرحة بمباركة الكنيسة الروسية للطائرات التي ستقتل مسلمي سوريا، وذاتها التي استهزأت بكتاب الله للتعبير عن حبها لأطفال سوريا. في حين بدا وفق التحقيقات أن مهمة هينكل لا تقتصر على الشبكة، وإنما في ارتباطه بمصادر تمويل تنتهي بعائلة أسد والنظام الإيراني في أمريكا، إلى جانب ارتباطه بدائرة بوتين والمخابرات الروسية. وعن هذا فخطيبة هينكل المرتبطة بالكرملين، أي كما يقال لزراق عيون آنا والكرملين وليس لسواد عيون الجمهور الممتطى عليه. وهنا تبقى الكارثة أن هينكل لم يكتفي بأموال مشغله، فبين منشور وآخر يطلب من جمهوره دعماً مالياً بقيمة 3 دولارات، أي فوق الضحك عليهم والسير بجنازتهم ثروة مالية بالملايين.